تعبانة لو مكسور وانت الشفا في ايديك، مهموم انا وبرمي كل همومي عليك، محتاج انا وعشمان الاحتياجي فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك، وانا بصلي واقف عالباب ومستنيك يا سامع الصلاة. أحبائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان في العالم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا قوة الصلاة. ده الوقت اللي بتجمعنا فيه شاشة قناة الحرية من أجل أننا نيجي قدام رب المجد نطلب وجهه ونختبر مع بعض قوة الصلاة. أنا عارف أن لينا شركاء صلاة في كل مكان في العالم، وأنا بدعوهم إنهم يتحدوا معانا الوقت اللي جاي. قدامنا تحديات كتيرة جدا جدا مش هنقدر عليها من غير قوة الصلاة. إيماني بقوة الصلاة إيمان غير محدود، ثقتي إن الصلاة تقدر تصنع الكثير والكثير. الصلاة صنعت معجزات كثيرة في الماضي، وتصنع معجزات كثيرة في الحاضر، وستصنع معجزات كثيرة في المستقبل. على قد ما إلهنا عظيم، على قد ما هنشوف معجزات إلهنا العظيم. بدعوكم إنكم تتحدوا معنا، وبدعو أحبائي اللي اعتادوا إنهم يسجلوا كل طلبات الصلاة إنهم يتحدوا معنا، وبدعو أيضا أحبائي اللي عندهم طلبات صلاة إنهم يتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء كان بالتليفون أو عن طريق الفيسبوك. النهاردة إحنا جايين نقدم صلواتنا ونرفعها بإيمان، واثقين إن ربنا هيعمل شيء عظيم فيما بيننا. بيسعدني إن يكون شريكي في البرنامج النهاردة الأسيس مجدي. أهلا بيك أسيس. أهلا وسهلا دكتور إكرام. إحنا قد إيه سعادة بوجودك معنا، وأنا واثق إن ربنا هيستخدمك معنا وهنوصل اللي ربنا عاوز يوصله. آمين. النهاردة آمين. عندنا رسالة مهمة جدا عاوزين نوصلها للناس، إن مفيش حد يقدر يريح التعبانين غير رب المجد يسوع. طبعا أخي مجدي، دايما بنبدأ برنامجنا بالصلاة، فمن فضلك ابدأ آمين. لنا البرنامج بالصلاة. أنا بدعو المشاهدين كمان في البيوت، ارفع قلبك معنا وإحنا بنصلي. يا أبونا السماوي، نشكرك لأنك يا رب أنت وحدك مريح التعابة، أنت وحدك اللي ناديت وقلت تعالوا إلي وأنا أريحكم. يا رب نحن نأتي إليك الآن يا رب، ونحن في تعب يا رب، في نفوس تعبانة، في نفوس متألمة، في نفوس مضطربة، في نفوس خايفة، لكن الكل بين إيديك يا رب بنضع، وبنقول لك يا رب تعالى النهاردة زورنا زيارة خاصة يا رب، اتقابل مع كل واحد يا رب في مكانه، في بيته، في ظروفه المختلفة. يا رب تعالى بمجدك هنا في الاستوديو يا رب، واعلن شخصك يا رب، استخدم كل ترنيمة، استخدم كل جملة، استخدم كل شيء ليعلن شخصك يا رب. يا رب انت بتنادي وانت فاتح احضانك، واحنا جايين بنجري عليك لانه تعبانين. يا رب ادينا راحة النهاردة يا رب من عندك في اسم الرب يسوع. تعالى ببركة يا رب علينا، تعالى بلمسة لكل بيت متألم، لكل نفس محتاجة اليك. الجميع يا رب ننتظرك ولا ننتظر سواك. لكل الإكرام وكل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد، آمين. إلهنا الصالح، رعينا الأمين،
مريح التعابة، نلتجئ إليك يا رب بقلوب ضارعة يا رب، طالبين يا رب، طالبين مجد حضورك يا سيدنا الرب. قد إيه يا رب إحنا محتاجينك، وإحنا جايين النهاردة لأنك دعوت التعابة أن يأتوا إليك. أنت اللي قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ونحن نؤمن يا رب أنك تستطيع أن تريح كل متعب يا رب. جايين يا رب نصلي من أجل المتعبين في كل مكان في العالم، أحبائي اللي بيشاهدونا الآن وهم متعبين وهم مثقلين، أيا كان الثقل، أيا كانت المشكلة، أيا كان التعب، نثق ونؤمن يا رب أنك أنت وحدك الذي يريح التعابة يا رب. بنطلب وجهك يا رب، بنطلب وجهك يا رب، بنطلب بركة حضورك، وبنسألك يا رب إنك تعلن ذاتك يا رب لكل إنسان بيشاهدنا يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، خلي يا رب صوتك يدوي تاني في كل بيت، تعالوا إلي يا جميع المتعبين. يا رب خلي صوتك يوصل لكل نفس تعبانة شعر إني ملهاش حد، مرمية بلا رجاء، خلي صوتك يوصل، أنا موجود، أنا الإله الذي أستطيع أن أعين وأرفع الأتعاب. يا رب جايين نصلي وكلنا إيمان يا رب إنك بتسمع وتستجيب، لا لبر فينا، لكن علشان خاطر يا رب، علشان خاطر حبك، عشان خاطر دمك، عشان خاطر صليبك، عشان خاطر فدائك، واثقين يا رب إنك سمعت واستجبت، ولك كل المجد. آمين. يا فرحتي أنت شوقي طلبتي، فيك وحدك لذتي. يا راحتي يا فرحتي أنت شوقي طلبتي، فيك وحدك لذتي. أحبك يا سيدي أنا لك بجملتي، أحبك يا سيدي أنا لك بجملتي. أثرت قلبي بحبك، أشبعت عمري بخيرك، كل حياتي من جودك. أثرت قلبي بحبك، أشبعت عمري بخيرك، كل حياتي من جودك. أحبك يا سيدي أنا لك بجملتي، أحبك يا سيدي أنا لك بجملتي. أحبك أعبدك، أنت لي ألا لك تنسيني وقتي بقربك. أحبك أعبدك، أنت لي أنا لك تنسيني وقتي بقربك. أحبك يا سيدي أنا لك بجملتي، أحبك يا سيدي أنا لك بجملتي. أدنو إليك ارتاح، تملاني بالأفراح
جراح، أدنو إليك ارتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح. حبيبي سباني بحبي سباني، شفاني ورواني بغمري رواني، جذبني حب إليه أتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقت نساني. أكون ملكا لي فمبتغي رضاك، شوقي يا ربي إليك وليس سواك، أكون ملكا لي فمبتغي رضاك. حبيبي سباني بحبي سباني، شفاني ورواني بغمري رواني، جذبني حب إليه أتي وعيني عليه، جلست بين ووقت نساني. جمال يسوع فتان وقلبه كله حنان، محضره ملآن بالجود والأحسان. جمال يسوع فتان وقلبه كله حنان، محضره ملآن بالجود والأحسان. حبيبي سباني بحبي سباني، شفاني ورواني بغمري رواني، جذبني حب إليه أتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقت نساني. حبيبي سباني بحبي سباني، شفاني ورواني بغمري رواني، جذبني حب إليه أتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقت نساني. حقيقي جمال يسوع فتان وقلبه كل حنان، مش كلمات بنقولها لكن قلوبنا شعر بيها. نفسنا من خلال برنامج قوة الصلاة إن الحقيقة دي توصل لكل الناس. أحبائي، من أكتر من أسبوع بدينا نجاوب على سؤال تردد كثيراً، فين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ والحقيقة إحنا بنجاوب على هذا السؤال مش بغرض أن ندخل في جدال، أن نجادل لكي نفحم إطلاقا، لكن أنا
بيجاوب على هذا السؤال علشان خاطر من حق اللي بيسأل إن يجد إجابة، ومن حق اللي بيسأل إن ما يكونش حد بيضحك عليه، وإنه بيكون بيصدق كلام غير حقيقي. أحبائي، هدفنا ليس تغيير المعلومات، لكن هدفنا أن يختبر الكل جمال يسوع. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. الحقيقة أنا قلت إن في 12 دليل، في 12 مرة المسيح أعلم فيهم بكل وضوح إني أنا هو الله فاعبدوني. خلوني النهاردة أتكلم عن الدليل الرابع، إني المسيح هو وحده الذي يستطيع أن يريح المتعبين. مفيش حد تاني غيره يقدر يريح المتعبين. والحقيقة رسالة النهاردة موجهة إلى كل شخص تعبان بيسمعني. حقيقي عندنا العلاج، ونفسنا إنك تختبر هذا العلاج. أنا اختبرت، وأسيس مجدي اختبر، إن المسيح بيريح التعبانين. وأنا على مدار سنين طويلة من خدمتي شفت المسيح بيريح آلاف الناس، ونفسي تكون أنت واحد منهم. أنا مش نفسي تسمعني وبس، لكن أنا نفسي النهاردة ما تقومش من قدام شاشة قناة الحرية قبل ما تختبر فعلا إن المسيح أراح نفسك المتعبة. ليه تفضل تعبان وهو مريح التعبة؟ خلونا نشوف الكتاب المقدس بيقول. الكتاب المقدس بيقول في سفر أشعياء إصحاح 45 عدد 22: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. مين اللي بيقول هذا الكلام؟ هل النبي أشعياء هو اللي قال هذا الكلام؟ الحقيقة ما فيش نبي من أنبياء الله قال للناس التفتوا إلي واخلصوا. ما فيش نبي من أنبياء الله طلب من الناس إنهم يقولوا علشان يريحهم. لم يدعي أحد قط أنه يستطيع أن يريح أحد من المتعبين. لكن نكمل الآية: لأني أنا الله وليس آخر. إذن الكتاب المقدس يعلمنا بكل وضوح إن مفيش حد يقدر يريح التعبانين غيره، مفيش حد يجب أن نذهب إليه لكي نخلص غيره، مفيش حد يجب أن نلتفت إليه غيره هو وحده، لأني أنا الله. يبقى ده كان دور الأنبياء قديما. الأنبياء يشيرون إلى الله ويدعو الناس إلى الله ويوصلوا هذه الرسالة للناس، إن الله هو اللي يقدر يريحكم، إن الله هو وحده اللي يقدر يرفع عنكم الأعباء، الله هو اللي وحده يقدر يخلصكم. لكن فوجئنا بأن المسيح بيقول لنا في متى 11 وعدد 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحك وأنا أوديكم لربنا عشان يريحكم. لا، ما قالش كده، لكن قالها بكل وضوح: وأنا أريحكم. لم يكسر أحد من الأنبياء قبله أن يقولها، ولم يكسر أحد من بني البشر أن يقولها. وإذا إنسان قدر يقولها، خليني أقول عليه أن هذا الإنسان مختل. هذه الدعوة ليست موجهة إلى فئة من البشر أو إلى عدد محدود. ربما يستطيع بعض العظماء أن يريح بعض من البشر، عدد محدود بحسب إمكانياته، لكن هذه الدعوة هي لكل الجنس البشري عبر الأجيال. والآن بعد 2000 سنة بكرر نفس دعوة المسيح ولها نفس الفاعلية. مش مجرد كلمات أنا بقولها، لكن إنها كلمات أنا أؤمن إيمانا كاملا بها، لأني شفتها بعيني آلاف المرات. المسيح يدعو المتعبين: تعالوا ليس إلى الله، لكن تعالوا إلي أنا. ومن سفر أشعياء نفهم إن دي ما حدش يقدر يقولها غير الله بس. أنا الله وليس آخر.
التفتوا إلي واخلصوا، أنا اللي أقدر أخلصكم من اللي أنتم فيه، ما فيش حد تاني يقدر. فجي المسيح يكرر نفس الكلمات. ماذا يعني هذا؟ أليس واضحا أن المسيح يعلن أنه هو الله؟ يتهيألي ما فيش أي مجال للشك في كده. طيب إذا قلنا المسيح كان نبي وقالها، هل يستطيع النبي أن يريح الناس عبر الزمان، أن يريح كل الناس، أن يستمع إلى صراخ كل الناس؟ مفيش حد يقدر يعمل كده غير الله وحده. إنه دليل قاطع على أن المسيح هو الله. أحبائي، إنه ليس جدلاً، أنا مش عاوز نتجادل ونخسر بعض، أنا بكن في قلبي كل محبة لكل اللي بيسمعوني، وهدفي من برنامج قوة الصلاة إن الشيء اللي شفته واللي اختبرته أوصله لكل الناس اللي بيسمعوني. حرام تبقى أنت تعبان وأنا عارف إن في علاج، زي من سنتين كان في علاج جديد لفيروس سي، وناس كتير أحبائي في مصر عندهم فيروس سي، كان نفسي كل الناس تعرف يا جماعة في علاج جديد. النهاردة أنا بوجه نفس الكلام بنفس دافع المحبة، هذه المحبة مصدرها المسيح، هذه المحبة انسكبت في قلوبنا بالروح القدس للجميع، نحن نحب الجميع وندعو الجميع، لأن المسيح لما وقف ونادى وجه دعوته، وجه دعوته تعالوا إلي يا جميع المتعبين، ما قالش الفئة وفئة، لا، ما قالش إن الدعوة دي لبني إسرائيل، ما قالش الدعوة دي للناس الكويسة، ما قالش إن الدعوة دي للناس اللي بيحبوني، ما قالش إن الدعوة دي للناس اللي بيميزوني، هذه الدعوة لجميع الناس. الدعوة موجهة إليك، أنا لست صاحب الدعوة، أنا لا أستطيع أن أريحك. وعشان نبقى واضحين في برنامج قوة الصلاة، أنا بدعوكم أنكم توجهوا صلواتكم عشان نرفعها مع بعض، لا نقدر أريحك ولا الأخ مجدي يقدر يريحك ولا أي حد في الدنيا يقدر يريحك، لكن وحده الإله الذي يسمعنا هو الذي يريحنا. النهاردة أنا برفع صوتي وبوصل النداء لكل واحد تعبان، تعبان مش عارف تعمل إيه، بتقول ماليش حد، بتقول دائت، بتقول اتقفلت كل الأبواب، بتقول نفذ صبري، بتقول مش عارف أعمل إيه أكتر من كده. النهاردة بوصل لك صوت المسيح، تعال إلي لكي أريحك. أخي مجدي، المسيح لما قال كده ده مش معناه أنه هو الله؟ طبعا. هل يستطيع نبي أن يقول هذا؟ لا، ومين يقدر يكون موجود في كل مكان مع كل احتياج؟ يعني لو فرض ان انا قلت اي حد تعبان يجيلي، لازم تجيلي في الحتة اللي انا فيها في الوقت المعين، لكن المسيح وجه الدعوة لكل الناس وقال تعالوا الي يا جميع المتعبين. جميع، هو كان بيتكلم على اليهود اللي كانوا عايشين وكان عليهم فرائض وعايزين يرضى الله، زي ما بعض كتير ممكن مشاهدين عايزين يرضى الله بكل الطرق وتعبوا مش عارفين، كل ما يحاولوا يعملوا الجيد أو كل ما يعملوا الحسن يلاقوا بيقعوا في الخطية تاني وبيقعوا في الخطية تاني، والمسيح بينادي على دول ويقول تعالوا إلي، أنا اللي هريحكم، أنت مش محتاج. مش بس بيدعي للأمراض وبيدعي للمشاكل، هو الدعوة تشمل ده كله، لكن هو بيتكلم في الجزء ده كان بيتكلم للناس اللي بيسمعوه، اللي تعبتوا من أن أنتوا عايزين ترضوا ربنا بكل الطرق ومش قادرين، تعالوا، لأنه في حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أنا مش محتاج أن أنا أحاول أن أنا أرضي الله، لأن مهما عملت ما مش هقدر أرضي الله. المسيح هو حمل الله اللي حمل خطاياي، اللي لما أجيله بضعفي وبخطاياي يشيل عني الخطايا، يحملها ويديني التبرير قدام الله اللي أنت بتبحث عنه. أنا عارف أنك بتبحث عنه، أنا عارف أنك عايز ترضي ربنا، في ناس كتير عايزة ترضي ربنا. المسيح بينادي النهاردة بيقول تعالوا إلي وأنا أريحكم، أنا اللي أرضيت الله وأنا هدي لك ده مجانا. عارف يا أخي مجدي، ده بيوجع قلبي، لأن فعلا في ناس مخلصة وفي ناس بتحاول طبعا،
ويمكن أنت تكلمت على نوع من الأتعاب أو اللي بيتحط على كتاف الناس، وهو كيف أرضي ربنا. في ناس كتير حاسة إنها مش عارفة ترضي ربنا، وده ممثل يمثل ثقل على كتافها. كمان الشعور بالذنب، الشعور بالذنب بيقتل ناس كتير، وبيخلي ناس كتير يشعروا إن الله مش ممكن يقبلهم. اللي عملوه ده يخلي الله رافضهم رفض كامل. وأنا عارف إن الشعور بالذنب هو بنسميه حجر الأساس لكل الأمراض النفسية. يعني البداية كده شعور بالذنب، وتتراكم بالزبط. الأمور وتتراكم الأمور وتتراكم الأمور. فهنا المسيح هو الحل. أيوه. مهما كان الذنب، طبعا مهما كانت الخطية، المسيح يقدر يغفر أي خطية. أي خطية، أي خطية. يوحنا 4، أنا فاتح على يوحنا 4 السامرية. السامرية دي كانت امرأة زانية، يعني لو احنا شفناها في الشارع، امرأة سيئة السمعة وسيئة السلوك، والناس كانت تبعد عنها ومحدش قدر يريحها. بيقول لها المسيح: كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. فحبت ان هي ترتاح بعيد عنه، لكن هو الوحيد اللي قدر يريحها. الست دي بعد مقابلتها مع المسيح طلعت بتجري، اللي كانت بتخاف من الناس ومش عايزة الناس تشوفها وبتبتعد عن الناس، طلعت ونادت وقالت: تعالوا وانظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. أنت مش مكسوفة إنسان قال لي كل اللي فعلتي؟ قالت: لا، لأنه هو شال عني دوا. فالشعور بالذنب ده مش موجود، مش مكسوفة تقول أنا عملت وعملت وعملت. وأنا بنادي نفس دعوة المسيح، بيقولك: تعالى يا اللي شاعر بالذنب، تعالى لأني أنا هأريحك. أنا كنت بحضر حاجة شفتها على النت يا دكتور إكرام، أن واحد من الممثلين المشهورين جدا جدا المصريين، وبيقول: أنا مش عارف أرضيه. نعم. أنا مش عارف أرضيه، أنا تعبان لأني مش عارف أرضيه. نعم. فالاحتياج ده موجود عند، زي ما حضرتك بتقول، عند كل البشر. نعم. يعني ببص للممثلين المشهورين أو للاعبين الكورة أو للناس اللي عندهم فلوس وأقول: هو ده ناقصه إيه عشان ما يكونش سعيد؟ لكن الحقيقة أن كل ده عنده وهو مش سعيد، لأنه مش بيقول مش عارف أرضي ربنا. لكن هو هنا المسيح اللي قال: أنا هخليك ترضي ربنا. لما تيجي تحتمي وتقبل العمل اللي هو عمله، أنت تقدر تنال رضا الله. يا أنت كمان ذكرتني بالرسول بولس. أيوه. الرسول بولس كان مخلص جدا جدا طبعا، وكل اللي كان بيعمله باضطهاده للمسيحيين كان بدافع الإخلاص، كان عاوز فعلا أنه يرضي ربنا. بس هو شايف كده، عشان كده احنا بنقول احنا ما فيش في قلوبنا حقد على الناس الغلابة اللي بترتكب مجازر لإرضاء ربنا. احنا على فكرة دورنا مش ان احنا نحقد عليهم، دورنا ان احنا نصلي لهم ونعلن لهم محبة المسيح، لان دول كمان المسيح بيوجه دعوته ليهم. يمكن النقطة دي خلت ناس كتير من اللي بيشاهدونا يقولوا: لا، احنا مش بنحبهم، احنا مش هنصلي لهم، دول يعني دول ودول ودول ودول. ده الكتاب المقدس، وده اللي علمه لنا، ده اللي علمه لنا الكتاب المقدس. كتير منهم بيعملوا كده بدافع الإخلاص، بدافع الرغبة في إرضاء ربنا. هم تعبانين عاوزين يرضوا ربنا، فقالوا لهم ان إرضاء ربنا بالطريقة دي. على فكرة عاوزين نصلي علشان الغمامة تنقشع، عاوزين نصلي لأن هم مسيطر عليهم فكر من الشيطان، وهذا الفكر سينكسر بقوة الصلاة. لما نصلي هذا الفكر سوف ينكسر. وعلى فكرة الناس دول ناس، يعني ناس إحنا بنحبهم وناس المسيح بيحبهم، وموتهم خسارة جدا، لأن الناس دي المسيح دفع ثمنها دمه الزكي الكريم. أحبائي، لا يوجد راحة للضمير إلا عند الإله الذي يغفر. الإله الذي يغفر الذنب هو المسيح. معانا أول تليفون، الأخت رشا من مصر، أهلا بيكي. مساء الخير، زي حضرتك أستاذ إكرام. مساء النور يا أخت رشا، أهلا بيكي. ربنا يبارككم. زي حضرتك، أنا بصراحة الرب باركني جدا من خلالكم. أنا كنت دايما في خطايا وكنت بعيدة، ونشكر الله جيت للرب وتعلمت الصلاة فعلا عن طريق برنامجكم، وأشكر ربنا أنا خادمة في الكنيسة حاليا. يعني رب غيرني واستلمني. أحلى كلمات أنا بسمعها يا رشا، نشكر ربنا. وفعلا قوة الصلاة بتسمع المعجزات. أنا
انا في صلاتي، انا قعدت سنتين كنت قافله على نفسي، كان عندي حاله نفسيه كنت باخد علاج نفسي بس ما كنتش بلجأ غير لربنا، يعني اتعلمت اصرخ لربنا. فعلى قد ما بيبقى فيه تجربه في حياه البني ادم او تعب، لكن احلى لحظه واجمل لحظه اللي هي بيرمي نفسه في حضن يسوع، قد ايه بيرتاح وقد ايه فعلا ربنا بيريح وقد ايه ربنا بيغفر وقد ايه ربنا بيغير وقد ايه ربنا بيدي تعويضات وبركات. مبسوط اني اسمع هذه الكلمات يا رشا، وبوصل هذه الكلمات لكل انسان تعبان. يا جماعه احنا مش بنقول كلام نظري، رشا بتتكلم على اللي حصل معاها. طيب انا ليا طلب منك يا اخت رشا، هل ممكن تصلي دلوقتي لكل حد تعبان نفسيا او كان في حالك ووضعك قبل ما المسيح يتعامل معاكي؟ اتفضلي يا اخت رشا. امين. بس قبل حضرتك، قبل كده انا طالبه صلاتك من اجلي، انا بكره راح اعمل عمليه حقن مجهري. امين. فمحتاجه صلاتك من اجلي. احنا هنحطك في الصلاه، وبوجه الدعوه لكل احبائي شركائنا في كل انحاء العالم، لينا شركاء كتير لقوه صلاه في كل انحاء العالم، كل واحد معاك كشكول الصلاه. هنحط اسم رشا وهنحط عمليه بكره بين ايدين الرب. أمين. وان الرب هينجح الامر. اتفضلي اتفضلي يا اخت رشا. امين. يا رب يسوع بشكرك بعظمك يا رب، ما احلاك ما اجملك يا رب ما اروعك يا رب، مفيش احلى ولا احن ولا اجمل منك يا يسوع. نحن نتعلم نرمي فعلا نفوسنا في احضانك يا رب. شكرك يا رب، انت المريح يا رب فعلا. انت قلت تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم يا رب فعلا. وعودك صادقه وثابته للابد يا رب، كلامك يا رب فعلا حقيقي يا رب. بس نفسي كل الناس تذوق وتختبر كل كلمه فعلا من كلامك يا رب. علمنا فعلا نحفظ كلامك ونغرسه في قلوبنا ونكون بنعيش بكل كلمة يا رب من كلامك في حياتنا، لأنك قد إيه بتشبع يا رب وبتروي القلوب العطشانة يا رب. بتبقى قلوب مشققة ومحتاجة فعلا اللي يرويها، لكن ما فيش الشبع ولا الارتواء غير فيك أنت وحدك يا رب. رب بعظمك يا رب لأنك إله عظيم وإله حي وموجود وبتصنع معجزات وتغييرات في حياتنا وبتقبلنا بكل ما فينا يا رب، لأنك فعلا إله صالح وأمين يا رب. رب بصلي لأجل إخواتي ولأجل كل نفس يا رب فعلا تعبانة، أنت وحدك يا رب اللي بتسمع الصلاة، أنت وحدك اللي تقدر يا رب تخدم كل قلب تعبان وكل نفس يا رب تعبانة. أنت اللي تيجي يا رب فعلا تطيب القلوب وتشفي النفوس يا رب برحمة وبغفرة يا رب من عندك. رب بصلي لأجل البرنامج يا رب ولأجل الأستاذ إكرام والأخت ساندي، قد إيه يا رب هما بركة لحياتنا. بنصدق يا رب ان انت توصل كلمتك لكل شخص في العالم يا رب، مهما كانت خطاياه ومهما كانت ظروفه. لكن انت يا رب بتسمع المستحيل وبتدي يا رب فعلا من شاول بتسمع بولس. احنا بنصدق يا رب ان الايام الجايه كل شخص يكون بيعلن اسمك وبيمجد اسمك ويرفع اسمك ويعليك عالي عالي فوق يا رب. يا رب بنشكرك يا رب لان ما فيش احلى ولا احن من جمالك ومن شخصك يا رب. يا رب شكرا ليك. شكرا ليك. ليك كل المجد. امين امين. شكرا ليك يا اخت رشا، واهلا بيك دايما معانا شريكه في الصلاه من اجل كل طلبات الصلاه. زي ما المسيح اراحك من اتعابك، انت كمان يعني مديونه للرب انك تصلي من اجل كل متعب ان الرب يريحه من اتعابه. معانا الاخ سمير فؤاد من مصر. اهلا بيك يا اخ سمير. دكتور كرام انا مبسوط جدا اكون بشارك معاك حبيبي، وحشني كتير وبتشرف كتير ان انا اكون معاك في الليله ديت مع اخويا الاستاذ مجدي، وارى تميز كبير قوي في الدعوه اللي انت مقدم بيها النهارده البرنامج. اشكرك يا اخ سمير، قد ايه انت غالي علينا. ايوه اكيد انا بحبك جدا وانا كمان وبارك خدمتك، وبشكر فعلا الرب كتير لاجل الامتياز العظيم اللي ميزنا بيه الرب بدعوته لينا. شارك بس معاك في نفس الدعوه اللي حضرتك بتدعو بيها النهارده من خلال مثل اللي حضرتك قريته وعدد 28، لكن انا هرجع الى العبرانيين واحد والعدد واحد اللي بيقول الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه. انا عايز اقول ان كان زمان الله بيتكلم لشعبه من خلال الانبياء وبيدعوه الناس من خلال الانبياء ومن خلال كلمه ربنا من خلالهم، لكن الايام ديت يقول الكتاب كده ان بيدعونا
من خلال ابنه، وده اعظم شيء. يعني كان قديما الله لما حتى كان بيتكلم مع موسى، جه الشعب قال له بص انت روح كلمه وتعالى قول له احنا ما نقدرش نتقابل مع هذا الاله العظيم. حتى انهم كانوا بيرتعبوا لما كان الله بينزل والجبل يدخن. لكن ارى الامتياز في هذه الايام ان احنا بندخل الى عرش النعمه، بل بنتكلم مع الله. يمكن كان رئيس الكهنه بس اللي يقدر يخش لقدس الاقداس، لكن احنا يقول الكتاب كده ندخل الى عرش النعمه ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حينه. كان زمان الناس دي عشان تاخد غفران من الله كان لازم يقدموا ذبائح، وكل خطيه بيقدموها ذبيحه. وحتى الله قال كده النفس التي تخطئ موتا تموت. لكن شكرا لله في هذه الايام ان بنخش بدم الذبيح الاعظم المسيح اللي قدم نفسه لاجلنا، وكمان الى اخطانا لنا شفيع. يعني ما كنت كان محكوم بالموت لاي نفس تخطئ، لكن الايام دي في امتياز كبير قوي لينا ان لما النفس فينا تخطئ تدخل عرش النعمه تنال رحمة وتجد نعمة عونا في حين. حتى الرعاية يا دكتور إكرام، كان زمان الرعاية تيجي والاحتياج يجي عن طريق النبي أو الملك. لا حتى لو كان الابن الشونامية مثلا لما مات راحت لأليشا، وبرضه ابن أو مرأة المرأة في السجارة في كرش السجاون اللي راحت لإيليا عند الاحتياج والعوز. لكن الايام دي احنا بنلاقي راعي صالح، هو اللي قال كده الباب مفتوح مفتوح انا الراعي الصالح اذن نفسي على الخوف، اذا حد عايز حاجه يقبل الي لا اخرجه فريا. عشان كده ارى امتياز كبير قوي الناس لازم تكون بتقدروا وتعرفوا. الشعب القديم كانت بتتعامل مع الله من بعيد من خلال الانبياء خلال احتياجاتهم نفس القصه. لكن الايام دي احنا بنخش نقول له يا ابا الاب ايها الرب انا بشكرك لاجل هذه الايام اللي انت سبتني فيها الامتياز ان اخش الى محضر قدس من خلال الدم من خلال المسيح. نعم. ليا غفران وليا قبول، ليا ان انا اصبر على حساب دم المسيح لاجلي. عشان كده انا بقى النهارده كان امتياز كبير قوي وانت بتقدم البرنامج. نعم. تعالوا الي. نعم. يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحك، وانا لا ارى الا في شخص المسيح هذه الدعوة العظمى الكبيرة اللي فيها راحة لينا. لا أرى في هذه الحياة راحة إلا في شخصي العجيب. شكرا لله الذي ادانا هذه الفرصة وهذا التمتع. قد ايه بشكرك دكتور كرام لأجل هذه المداخلة، ويعني بتمنى من كل حد ما قبلش أو حد بيسمع النهاردة الدعوة يجي للمسيح ويقبل خلاصه ويقبل توبته، بل يرمي كل حموله واثقاله عليه. اخ سمير، القلب اللي بتتكلم بيه قلب مولع، وانا فاهم ليه. انا بشكر ربنا من اجل استخدامه ليك مع ناس كتير تعبانين، وانا عارف ان في ناس كتير حواليك تعبانين وربنا بيستخدمك معاهم، وده يمكن تفسير القلب المولع. عشان قلوبنا تولع لازم ننزل ونخدم الناس. مش كفاية كلمات، لكن انزلوا من فضلكم، انزلوا وبص للناس التعبانين ووصلوا لهم الرسالة، وصلوا لهم الدواء. ده مش دواء لعلاج فيروس سي، ده دواء للحياة الأبدية. يسوع يعطي الراحة. أخ سمير، بطلب منك أنك تصلي من أجل الناس التعبانة اللي بتسمعني. ناس كتير تعبانة بتسمعني، مسيحيين وغير مسيحيين، محتاجين لراحة ومحتاجين ربنا يفتح عنيهم النهاردة ويتعامل مع عناد قلوبهم. في ناس معاندة، في ناس عندها أفكار للأسف الشديد هذه الأفكار بتمنعها إنها تتناول الدواء، دواء الحياة من إيد رب الحياة. فمن فضلك صل لهم يا أخ سمير دلوقتي. آمين آمين. يا الأب السماوي، من كل القلب يا رب أشكرك، من كل القلب أعظمك من أجل ابنك يسوع اللي أرسلته لينا يا رب، اللي كلمتنا فيه، اللي جعلته سبب لنا خلاص ومحضر يا رب قدسك نقدر نخش إلى عرشك ونتكلم معاك. عشان كده بشكرك أنه مكتوب ليس لأحد غيري الخلاص، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين السماء به أن ينبغي أن نخلص.
عشان كده بصلي يا رب لأجل كل نفس تعبانة، لكل نفس مريضة، كل نفس حزينة، كل نفس تبحث عن الراحة في هذه الحياة، إنها تلجأ إلى شخص الرب يسوع اللي فاتح أحضانه باستمرار لكل المتعبين، اللي قال بنفسه مفيش حد تاني دعا الدعوة دي غيره هو، اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم، وفعلا مش هلاقي موضع راحة إلا فيه. عشان كده بدعو يا رب كل نفس تعبانة، كل نفس متألمة، كل نفس حزينة، كل نفس تبحث عن مكان الراحة، أقول له النهاردة تعالى، تعالى إلى مريح السعادة موجود النهاردة، فاتح أحضانه، يقدر النهاردة يغير الحياة، ينقل من الظلمة للنور، من الموت للحياة، النهاردة الرب بيدعونا دعوة شخصية لكل واحد فينا، الله يريد الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. عشان كده النهاردة بصلي يا رب إنك تقبل كل نفس بعيدة، كل نفس حزينة، كل نفس تعبانة جاية لك وبتعلن احتياجها لي. يا رب أنت فاتح أحضانك فينا، رش بدمك الكريم تغير تغير الكثيرين يا رب. اقبلنا في شخصك يا رب، وأشكرك لدعوتك لينا المفتوحة باستمرار وبابك المفتوح لينا وأحضانك لينا يا رب. في اسم المسيح اقبل كل نفس تقبل إليك وتدعوك في هذه الليلة، وليك كل الكرامة وكل المجد. أشكرك يا أخ سمير، وربنا يستخدمك في أنك توصل رسالة الراحة لكل المتعبين. أحبائي، دي الرسالة اللي احنا بنوجهها النهاردة، ونفسي ما تبقاش مجرد كلمات، احنا بنقدم علاج حقيقي اختبره الملايين، ونفسنا انك انت كمان تختبره. عاوز اكمل لك بقية الدعوة: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وضيع ومتواضع القلب، كملوا، فتجدوا راحة لأنفسكم. الإنسان اللي يعرف المسيح معرفة حقيقية جوه نفسه راحة كاملة. مشكلة إنك ممكن تكون شايل نير غريب، نير العالم، ممكن يبقى النير ده نير التدين. للأسف الشديد أنت محطوط عليك نير تقيل جدا، والنير ده مخليك منحني. عارف لما النير ده يستبدل بنير المسيح، أول حاجة هتختبرها الراحة، فتجدوا راحة. بندعوكم بكل محبة إلى شيء نؤمن به في كلمة الله، وأيضا لمسناه واختبرناه في حياتنا العملية، ونصلي من كل قلوبنا إنكم تختبروا اللي اختبرناه، ونصلي من كل قلوبنا إني ما يعديش عليك الوقت. يمكن البعض عاوز يخش في جدل معايا، حد بعت على الفيسبوك بيقول يا كافر. حبيبي الغالي، لو انت مرتاح رسالتي مش ليك، لو انت حاسس براحة رسالتي مش ليك، انا بوصل رسالتي للمتعبين اللي المسيح وصل لهم الرسالة. وعلى فكرة انا بحبك، يعني انت بتقول لي يا كافر وانا بقول لك يا حبيبي. ربنا يفتح عينيك، ربنا يفتح عينيك، وربنا يعني يخليك تختبر محبة المسيح الحقيقية. ولما تختبر محبة المسيح الحقيقية عمرك ما هتشتم حد أو تتهم حد. فأنا بقول للي بيقول لي يا كافر، المسيح بيحبك. معانا تليفون الأخت نهرين من لندن، شريكة البرنامج من سنوات طويلة واللي اتحرمنا منها لوقت طويل. أهلا بيك يا أخت نهرين. مساء النور يا أخت نهرين. مساء الخير دكتور مجدي. أهلا بيك القسيس مجدي. أهلا بيك، ربنا يبارككم. ربي يبارك. حابة أشارك في الموضوع ده اللي هو في وعد الرب لينا. سامعينك يا أخت نهرين، تفضلي. وعد الرب لينا في متى 11:28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلين الأحمال وأنا أريحكم. كل إنسان عنده أتعاب،
في أتعاب روحية، في أتعاب نفسية، في أمراض جسدية، في مشاكل، في مشاكل في العائلة والأولاد خاصة، والأب والأم عاجزين عن أن يريحوا أولادهم لأن هم أصلا تعبانين. لكن في واحد الإله الحي رب النبي يسوع المسيح، شكرك يا رب، هو وحده اللي قادر أنه يريحنا، لأن أحزاننا حملها وأثقالنا تحملها، سمرها على الصليب عشان هو بيحبنا صبرا. وحده هو الله الظاهر في الجسد هو اللي يقدر أن يرفع كل أتعابنا. نعم. وأنا بتكلم عن الموضوع ده عن اختبار حقيقي لحياتي. نعم. كنت تعبانة، والوحيد اللي ريحني هو يسوع المسيح لما اتفاجأت بالبيت وترميت بحبنا. وكمان في يوحنا 17 هو يسوع بيقول للأب ليكون هم أيضا واحد فينا، فهو بيحبنا محبة ملهاش حدود. فعشان كده ما فيش حد خالص 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 يريحنا غير الرب يسوع. فأنا بناشد كل حد تعبان إنه يسلم للمسيح بالكامل كل تعبه، لأنه هو سمر كل أتعابنا على الصليب، شالها هو على نفسه على ظهره، اتحمل الآلام على ظهره عشان إحنا نرتاح. فما فيش حد يريح التعابة غير يسوع وحده. نعم. لأنه يعني مهما عملنا مش هنرتاح، لكن رب المجد حمله خفيف وريره هين، لو التجأنا إليه هو وحده اللي يقدر يريحنا. نعم. بأمانة 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 شديدة بقولها، أنا قبل ما أعرف الرب يسوع، قبل ما تكون لي علاقة شخصية معه، كنت تعبانة مهما أعمل. لكن لما سلمت حياتي بالكامل، دلوقتي ولا يهمني أي حاجة، لأن عارفة ورايا الأسد الخارج من سبط يهوذا، هو بيشيل عني كل أتعاب. بل بالعكس بيباركني وبيحررني من حاجات كثيرة وبيفرحني. دايما أشوف نفسي فرحانة، دايما أشوف نفسي خفيفة. فالرسالة دي أوجهها لأي شخص تعبان، من فضلكم من فضلكم اترموا بحضن المسيح، وهو وحده اللي قادر يريح كل التعبانين. امين. شكرا يا ربنا يبارك. امين. لا مش هنسيبك يا اخت نهرين من غير ما تصلينا على الهواء. انا عارف ان كل طلبات الصلاه بتوصل عندكم في لندن، وان في مجموعه صلاه كبيره بتصلي من اجل الناس التعبانه اللي بتتواصل معنا، وربنا بيسمعنا. وواثق يا اخت نهرين الوقت اللي جاي وقت معجزات. أمين. هنشوف فيه معجزات كتيره. ربنا هيعلن ذاته لنفوس كتير تعبانة محتاجة. من فضلك قبل ما تسيبينا، يا ريت تصلي من أجل الناس التعبانة اللي محتاجة النهاردة للمسة من المسيح المريح. تفضلي يا أخت نهرين. يا رب يسوع، لك وحدك كل المجد والإكرام لسيد الرب. يا رب الجليل، نترمي في حضنك انت وحدك يا سيدي رب، لانك انت مريح التعابة يا رب. اشكرك 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 لان حبك لينا ملوش حدود. فعشان كده يا رب مفيش غيرك يريحنا. جايين نترمي في حضنك يا رب، جايين نقول لك تعالى يا بابا، تعالى ساعد كل تعبان، كل مريض. امين يا رب. مريض جسديا، مريض نفسيا، مريض روحيا. يا رب ملناش ملجأ غيرك. تعال ريح كل تعبان يا رب. يا ربي أنا بصلي لكل أخ وأخت تعبانين بيسمعوني، بقول لهم مفيش حد يريح غير الرب يسوع المسيح وحده يا رب. يا ربي أنت أحببتنا من غير حدود يا رب. تعال من فضلك بارك بارك بارك، وشيل وارفع كل أثقال وكل أحمال لكل حد تعبان يا رب. التعب الروحي والتعب النفسي والتعب الجسدي والتعب المادي، كل الأتعاب بنحطها عند قدميك يا رب. يا رب أنا ساجدة عند قدميك وبقبل قدميك يا رب، وبقول لك ملناش ملجأ غيرك حبيبي يسوع. تعال ريح كل حد تعبان يا رب. يا رب بارك إخواتي الدكتور إكرام.
الأيام وقفنا جديد. باعكم بكل بركات السنة يا رب. بارك هذا البرنامج يا رب وخليه بركة لناس كثيرة يا سيد الرب. بارك قناة الحرية، بارك كل العاملين في قناة الحرية، حتى اللي خلف الكواليس اللي محدش بيشوفهم لكن انت وحدك بتشوفهم يا رب. باركهم بكل بركات السنة، بارك عوائلهم، سدد كل احتياجاتهم الروحية والنفسية والجسدية والمادية، ريح كل تعبان سيدي، ولك كل المجد والإكرام من الأزل إلى دهر الدهور. آمين. آمين. شكرا لك يا أخت نهرين، ربنا يباركك ودايما تصلي من أجل النفوس التعبانة. النهاردة الرب مصر أنه يريحك. النهاردة ربنا بيدور على كل واحد بيقول خلاص تعبت مش قادر أكمل، بيدور على كل واحد بيقول ربنا فين، ربنا نسيني. ربنا بيقول لك بحبك، وأنا اللي بقول لك تعال إلي وإنت اللي مش عاوز تيجي. أنا اللي واقف وبنادي بصوت عالي تعال إلي. وجودك قدام التلفزيون دلوقتي مش بالصدفة، لكن ربنا مصر أن يوصل لك هذه الرسالة ويقول لك أنا عندي راحتك، أنا الإله الذي يستطيع أن يريحك. يمكن تكون جربت حاجات كتير ما نفعتش معاك، زي أخويا الأسيس مجد لما كان بيتكلم عن السامرية، جربت زوج وزوج وزوج وتقول يمكن يمكن يمكن، وبعد كده ما نفعش، عاشت في علاقة غير شرعية وعاشت في الزنا، مفيش حاجة ريحتها. كان كلام المسيح واضح، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. أما من يشرب من الماء الذي يعطيه الله، لا الذي يعطيه أنا، المسيح بيتكلم دايما بصيغة الله. طيب ما تجرب إنك تصرخ للمسيح الإله الحي وتقول له من فضلك ريحني. إذا كان الكلام اللي بيقوله ده يعني كلام صحيح، من فضلك اتعامل معه. لو طلبت المسيح بكل أمانة وبكل إخلاص، أؤمن من كل قلبي إنه هيتعامل معاك وإنه هيريحك. أحبائي تليفوناتنا مفتوحة، تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك، تقدروا تكلمونا عن طريق أرقامنا اللي ظاهرة على الشاشة، تقدروا تكلموا الكول سنتر، عندنا تيم رائع للخدمة هيشاركوا معاكم كل صلواتكم. أنا بشكر ربنا جدا من أجل قناة الحرية ومن أجل الكول سنتر ومن أجل الخدام اللي بيخدموا وراء الكاميرات. الحقيقة الكل بيحبك والكل مثقل بيك، من فضلك اتواصلوا كلمونا. إذا حبيتوا تكلمونا على الهواء تليفوناتنا مفتوحة الساعة اللي جاية، كلمونا عشان ناس كتير في العالم يقدروا يشعروا بيكم ويصلوا من أجلكم. أنا بأؤمن بقوة الاتفاق، أنا بأؤمن لما نتفق ونصلي صلاتنا هتصنع المستحيلات. النهاردة لينا هدف واحد، إن المسيح الإله الحي يريحك. أخي مجدي كان في ترنيمة بحبها وبرنمها كتير زمان ونفسي أسمعها لكل أحبائي، أنت عرفت على طول هي إيه. تعالوا 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 آمين. من العالم الحزين تعالوا خذوا السعادة من فاد العالمين، هتنسوا هموم العالم. تضمن لهم يا أخي مجدي؟ طبعا، هو اللي وعد هو اللي يقدر ينفذ. أنا اختبرت ده كمان. وأنا اختبرت. آمين. هتكلمنا عن اختبارك، بس خلينا نسمع الناس هذه الكلمات، الناس اللي تعبانة في العالم الحزين، الناس اللي دوروا وفتشوا وما لقيوش غير تعب القلب. تعالوا تعالوا يا تعب، تعالوا تعالوا نستمع. وأثناء سماعك لكلمات هذه الترنيمة ياريت تقول له أنا جاي، أنا مش هتأخر، مفيش حاجة هتعطلني، مفيش حاجة هتمنعني، أنا جاي لإني محتاج لك، أنا سمعت صوتك وجاي علشان تريح. تفضل يا خمي. تعالوا تعالوا يا تعبا،
من العالم الحزين، تعالوا خدوا السعادة من فادي العالمين. هاتنسوا هموم العالم في لحظة افطر في تعين، هاتنسوا هموم العالم في لحظة افطر في تعين، في لحظة افطر في تعين. ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص. مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. مين يمسح دمع عيوني إلا يسوع الحبيب، ده مات علشان يفديني مطعون على الصليب. وقلبي في عز جراحه يلاقي هو الطبيب، وقلبي في عز جراحه يلاقي هو الطبيب، يلاقي هو الطبيب. ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص. مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. الناس يمكن ينسونا لكن يسوع أمين، في الضيق بيتركونا لكن يسوع معين، هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأنين، هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأنين، في الضيق وفي الأنين. ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص. مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. حبيبي مالك حياتي اللي وهبني الحياة، معاه لقيت نصيبي روحي هيما وياه. ومهما نظرت لغيره تشتاق روحي لرؤياه، أنا مهما نظرت لغيره تشتاق روحي لرؤيا، تشتاق روحي رؤيا. ده جماله بارع بارع
أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كل محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي، دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. يا ريت تلقاه وتعرفه وتعيش معاه، ولما تلقاه هتقول مش لاقي زيه، وهتقول كمان يا ريت عرفتك من زمان. النهاردة أنا شاعر إن صوت ربنا عالي جدا، لأن في ناس كتير في غلوشة على أذانها، لكن ربنا بيعلن عن محبته بكل وضوح النهاردة. أنا بشكر ربنا جدا إن من خلال برنامج قدس الصلاة وقناة الحرية دعوة المسيح بتدوي الآن في كل مكان، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أنا الإله القدير، أنا الإله العظيم، وأنا أريحكم. أشكر ربنا أن الصوت ده بيدوي، بس ياريت تسمع وياريت تيجي. معانا الأخ ممدوح بشرى من مصر، أهلا بيك يا أخ ممدوح. سلام المسيح يا دكتور إكرام. سلام ونعمة يا أخ ممدوح. وتحياتي للدكتور مجدي بشرى، وسلامي للمس سامي رغم غيرها النهاردة عن البرنامج، لكن بتمنى من كل قلبي أن يكون سبب غيرها خير. آمين يا رب. أحب أعمل مداخلة يا دكتور عن المسيح له المجد، أنه مريح التعابة يعني. السيد المسيح لما المجد بيقول بحسب وعده الصادق وكلامه الأمين، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر آمين. يقول لا تخف لأني إلهك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعبدتك بيمين بيدي، لا تخف لأني فديتك، أنت لي قد دعوتك بإسمك. وكل الوعود دي الله صادق فيها. الإنسان ما كانش يبقى مسيحي حقيقي، فمش مصدق ربنا يبقى بيدعى على الله كاذبا في هذه الوعود. السيد المسيح له المجد بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. وكلمه جميع دي بيحط تحتيها مليون خط. يعني السيد المسيح مش بيدعو فئه من الناس دون فئه. مش بيدعو امه معينه او ناس معينين مؤمنين بيه، اما غير المؤمنين دي ما يدعوهمش. لا، بيدعو الجميع علشان يديله الراحه. لانه بيقول وجدت من الذين لم يسالوني او لم يطلبوني، من امه غير عارفه لاسمي. وفي الكتاب المقدس في سفر الامثال بيقول معرفه القدوس سحر، اما الاغبياء فيموتون من نقص السحر. السيد المسيح له المجد هو المحبه والفرح والرحمه والحق والسلام والخير والنعمه والبركه. فمش معقول يبقى السيد المسيح حي في السماء للابد وتديله ظهرك. مش معقول يبقى حي في السماء وشايفك وسامعك وتقول عليه مجرد نبي من الانبياء. لو كان السيد المسيح له كل المجد مجرد نبي من الانبياء زي غيره من الانبياء، فكانت البشريه محكومه عليها بالفناء بالعذاب الابدي. افرح لان الله معانا، افرح لان الله تواضع ولبس جسد بشريتنا، جه على ارضنا علشان يشوف فين العمر يفتح لهم عليهم، والعرض يمشوا والبنطة يخيوا ويخرج شياطين من الناس ويريحهم، ويبارك في الخمس قداس السنتين، ويشفي البرص اللي ما منوش برص، ويشفي المرأة المنحنية ونزفة الدم، ويغفر خطايا على الأرض. إيه اللي عمله السيد المسيح؟ مش في سلطان الله. السيد المسيح هو كلمة الله. يعني تقدر تقول عليها الله، ابن الله، الإله المتجسد، كلمة الله، روح الله، قول زي ما أنت عايز عليه، المهم إنك تدينه وتؤمن بيه زي ما قال عن نفسه. ما تقولش الكتاب المقدس محرف. ما تقولش ان السيد المسيح مجرد نبي، حرام عليك تحرم نفسك منه في الدنيا وفي الاخره. ما ينفعش تديله ظهرك، مش هتعيش في سلام وامان وطمانينه وفرح. هو اللي بيدي الراحه، هو اللي بيدي السلام والامان. ارجوكم عيدوا نظر في اللي بين ايديكم، فكروا كويس. مهما تصلي، مهما تصوم، مهما تدي فلوس، مش ممكن هترضي الله بفلوسه.
لان الفلوس اللي معاك دي تحت هو مش ممكن اكديه فلوس. شكرا يا دكتور لانك سمحت لي. شكرا ليك يا اخي ممدوح، ويمكن دوست على الجرح ان كتير الشيطان بيحاول يخدعهم يقول لهم الكتاب المقدس محرف. في حلقات جايه هثبت لكم بالدليل العلمي الدامغ ان الكتاب المقدس ما ينفعش يتحرف، ما ينفعش يتحرف. للي يعني عاوز ادله علميه انا هقدم ادله علميه دامغه ان الكتاب المقدس ما ينفعش يتحرف. والكتاب المقدس بيقول المسيح تعالوا الي، ده معناه ان المسيح هو الله، مش حد بيريح التعبانين غير الله. النهارده مش عاوزين نتجادل، لكن النهارده انا بطلب منك انك ترفع قلبك وتقول له اعلن لي عن ذاتك وريحني لاني تعبان. اذا كان الكلام ده صح وانت بتدعو انا جاي لك، فمن فضلك من فضلك ريحني. اخ ممدوح من فضلك صلي من اجل كل انسان تعبان والشيطان منعه والشيطان واقف قدامه وحطت له موانع كتيرة انه يقرب من مريح التعب. امين. معانا بنت الرب من فلوريدا، اهلا بيك يا بنت الرب. انا دكتور اكرم، انا طالبة اوكي من فضلك يا هن. اول حاجة عندي 2 اولادي فيزيكالي دير مدوين والأدور. طلبة لمسة شفاء من ربنا، وأنا عارفة أن ربنا قادر وحيلمسهم برضو. أمين. ويتبروا لي أكثر وأكثر ويعرفوا. أمين. عايزان هم يعرفوا معرفة حقيقية فعلا ويخدموا بكل قلوبهم. أوكي. طلبة الثانية أخويا، أخويا تعبان جدا 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 من مراته، بصلي بقول يا رب اهديها، يا رب افتح عيونها، بتروح تقول له كلام يسمم البدن ورميها في الشلتر وحطته في السجن. يا يسوع فلوسه كلها، هو دكتور كان ناجح جدا دلوقتي هو عنده 70، دكتور ناجح وقدها كل الفلوس كل البيوت وكل الحاجات أخذتها، ودلوقتي هي رميها مش عايزة منه أي حاجة خالص، حتى أولاده مجففاهم ما يرقوش يشوفوه، نفسه يحضن الولد نفسه يشوف ابنه يقول له تعال زورني، بس أنا اعتبرني انسان مسكين تعال شوفني. يقول له انا مش فاضي انا مش فاضي، وحالته حاله، مره تقول لي اخذ حبوب ابلع وحط روح، قلت له انت عايش في النار وحتروح النار الابديه تعمل ايه؟ حتعيش ازاي هناك؟ دي حاجه مؤقته وحنروح، لكن النار الابديه حتعمل فيها ايه؟ يقول لي مش قادر، ما انا عايش مش قادر مش مستحمل. فانا طلبت إنه مراته ربنا يهديها ويفتح عيونها كده وتحنن قلبها وقلب أولادها عليه. ربنا يرحم الحقيقة، يعني هنصلي له دلوقتي، أنا مشغول هنصلي له، الأسيس ماجد يصلي له، لكن أنا عاوزك توصلي له وتقولي له إن المسيح يقدر يطلعك من النار اللي أنت فيها ويضمنك الأبدية. أنا عارف إن في ناس عايشة في نار، عايشة في جحيم، ناس كتير بيقولوا كده إحنا عايشين في جحيم ورايحين جحيم. المسيح يقدر يحول الجحيم لسماء. هنصلي وهتشاركينا الصلاة بإيمان من أجل ولادك، ربنا يشفيهم ويتعامل معاهم، وربنا يرد المسلوب لأخوك، وأهم حاجة أنه يرد نفسه. أمين. فضل يا سيس مجدي صلى. ولا عايز فلوس ولا عايز أي أنا حاجة. عارف طبعا أنت اللي بتقولي حاجة توجع القلب، حاجة ده العالم يا جماعة، ده العالم، مهما الواحد وصل للنجاح فيه ده العالم، كل العالم باطل. تفضل يا أسيس مجدي صلي. يا رب أنت النهاردة بتتذكرنا وبتقول لنا يا اللي تعبان تعالى، يا اللي محتاج تعالى، وإحنا جايين لك يا رب، بنضع هذه العائلة يا رب بين إيديك يا رب، مفيش حد غيرك، مفيش حد غيرك، ولا حد يقدر يوصل ولا حد يقدر يحل يا رب، لكن أنت وحدك اللي تزور هذه العائلة يا رب. بنصلي لأجل أخونا يسوع يا رب، أوصل لمراته يا رب، حل كل مشكلة في اسم الرب يسوع يا رب، افتح العيون يا رب، افتح العيون يا رب، انت تخرج من الآكل أكلا وتخرج من الجافي حلاوة، انت تغير الأمور، تغير الأوقات والأزمنة، انت تبدل وتغير القلوب، لأن قلب الملك في يدك كجدول مياه حيثما شئت تميله
يا رب انت تتقابل يا رب وتنور العينين يا رب وترحم يا رب هذه الأسرة. بصلي لأجل ولاد أختنا يا رب اللي بتصلي لأجلهم يا رب، المسهم يا رب المسهم، تعامل معاهم، اظهر ليهم بمجدك، اظهر ليهم بشخصك يا رب. جايين بنصرخ يا رب ونقول ليس لنا إنسان، ليس لنا إنسان، عينينا مش على الناس لكن عينينا على شخصك أنت يا رب. تحنن، وإن كنا لا نعرف كل الظروف لكن أنت تعرف يا رب، إن كنا مش عارفين كل الأحوال لكن أنت عارف يا رب. زور بالروح القدس يا رب هذه الأسرة وتلامس معاها يا سيدنا الرب. أختنا اللي قلبها مكسور اللي بتطلب وبتصلي لأجل ولادها ولأجل أخوها ومرات أخوها يا رب، شددها الآن يا رب بقوة الروح القدس يا رب. يا رب بنصلي لأجلها تديها قوة يا رب وتتشدد وتصرخ إليك وتعلم أنك تسمع وأنك تستجيب في وقته تسرع به. لكل الإكرام وكل المجد يا سيدنا من الآن وإلى الأبد. أمين. 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 الرب يتمجد. وتكلمينا قريب وإنتي فرحانة وبتقولي إن الرب سمع واستجاب. أحبائي، أثناء صلاة القسيس مجدي أتمنى إن الكل يكون بيشاركوا الصلاة. إحنا مش مجتمعين عشان نتفرج، لكن إحنا مجتمعين عشان نختبر قوة الصلاة. اتذكروا ده برنامجنا، قوة الصلاة. أرجو أنكم تحطوها في كشاكيل الصلاة وتصلوا من أجلها وتصلوا من أجل أخوها. وزي ما قلت لكم الوقت اللي جاي وقت معجزات، هنشوف مجد الرب وهنخبر بكم صنع الرب بنا ورحمنا. معانا الأخ يسري من مصر. أهلا بيك يا أخ يسري. أهلا بيك يا حمزة بجسيس. مساء الخير. سعادة تكون معانا. مساء الخير على الدكتور كرام. أهلا بيك. والأخ مجدي بيقول لك أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا أهلا الأخ مجدي. أهلا وسهلا. منورين منورين نور المسيح على وشكم. أشكرك. الله يخليك يا حمزة بجسيس. أنا ليا طلبة صلاة ليا ولولادي. تفضل. إن ربنا إن ربنا يتدخل في حياتنا ويصل معانا. أمين. طلبة أمين. طلبة مهمة جدا. ربنا يتدخل ويسمع ويستجيب. ويبارك. الله يخليك يا دكتور إكرام. ويبارك حياتك ويبارك أولادك. أمين. الرب معاك ودايما تواصل معنا. من فضلكم حطوا الأخ يسري في صلواتكم. بنت الرب من مصر، أهلا بيك يا بنت الرب. أيوة أهلا. إحنا سامعينك يا بنت الرب، تفضلي. أنا الأرض بتصلي من أجل لابني ربنا يديها عن الورق البشر. أمين. ربنا يديها عن يعني. أمين. ربنا عنده كتير اللي ربنا عنده كتير. يعني ربنا يجيب عروسة تكون صالحة من قلب ربنا. أمين. هنصلي من أجل ولادك إن ربنا يديكي سؤل قلبك تجاههم، والأهم من كده إن ولادك يكونوا ملك للمسيح ويعرفوا المسيح. كل بيتك يبقى بركة وملك للمسيح. ربنا معاك يا بنت الرب. أحبائي، تليفوناتنا مفتوحة. من فضلكم اتواصلوا معنا عن طريق تليفوناتنا اللي موجودة على الشاشة، أو عن طريق موقع قناة الحرية والفيسبوك والفايبر. تواصلوا معنا. نحن نؤمن بقوة الصلاة. عاوزين من خلال شاشة قناة الحرية أكبر عدد من الناس حوالين العالم يتحدوا مع بعض ويختبروا قوة الصلاة. تعالوا نطلع فاصل ونصلي بكلمات الترنيمة اللي هنسمعها دلوقتي، ونرجع عشان نصلي من أجل طلبات الصلاة اللي موجودة. Thank you.
تعالوا إلي يا كل المتعبين، صوته لسه بينده من سنين، تعالوا إلي يا كل المتعبين، لو تعبنا عنده الشفاء لأي وقتنا مر بسرعة، فاضل يعني دقايق، لكن إحساسي ويمكن كنت بكلم القسيس مجدي إن ربنا عاوز يقول حاجة واضحة ومحددة النهاردة. ربنا عاوز يقول لكل واحد تعبان أنا بحبك، تعاليلي عشان أريحك. ربنا عاوز يخلي الصوت يدوي الدعوة اللي قدمها من 2000 سنة
تدوي النهارده من خلال برنامج قدس الصلاه ومن خلال قناه الحريه، علشان ملايين عبر العالم يسمعوها تاني من جديد. صاحب الدعوه بيضمن التنفيذ وبيضمن ان يريح المتعبين. اتمنى انك تكون واحد من المستفيدين. معانا الاخت مها ابراهيم من فرنسا، اهلا بيك يا اخت مها. اهلا، مساء الخير. مساء النور يا اخت مها. يا ريت ترفعوا، انا بطلب ان ترفعوا ابني جوناثان للصلاه. ابني عمره 4 سنين وعنده سرطان شرف المخ. من سنه عمل عمليه ومشينا في رحله العلاج الاشعاعي والكيماوي، واخر كنترول اخر تطوير الطبيب بيشوف ان السرطان رجع من تاني. ابنك اسمه ايه يا اخت مها؟ اسمه جوناثان ميلاد جزائي. جوناثان، جوناثان تحدي جديد هنحطه قدام المسيح يا اخت مها، وهتشاركينا الصلاه، واحبائي شركائنا في كل مكان في العالم هيشاركونا الصلاه من اجل جوناثان. ان كان السرطان اسم مرعب، لكن ايماني ان اسم يسوع اقوى بكتير. وانا هبدا دلوقتي اني اصلي من اجل جوناثان، ان انا مشغول بكده. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. يا رب بحط جوناثان ابن الاخت مها وابننا كلنا بين ايديك، وبنقول لك تحنن يا رب على هذا الطفل، ومد يدك بالشفاء. انت الطبيب العظيم، انت الاله القدير. ايه يقف قدامك يا رب؟ ايه يقف قدامك؟ مكتوب المحتاجون الى شفاء شفاهم، وجوناثان محتاج شفاء. يمكن الأطباء يعجزوا يركنوا على جنب، لكن أنت الإله القدير، تعالى مد إيدك، اصنع معجزة يا رب. لمسة شفاء تعلن بيها عن ذاتك، تعلن بيها على أنك أنت الإله القدير، أنت الإله العظيم القادر على كل شيء. نعم رب، واثقين انك صنعت معجزات في القديم وتصنع معجزات اليوم وغدا يا رب، وتعلن انه ليس اسم اخر غير اسمك انت يا رب. يا رب بحط جوناثان بين ايديك، وبشكرك لانك بتسمع وتستجيب. اخت مها، الرب صالح. هنستمر في الصلاه. حط ثقتك في الرب، حط ثقتك في الرب، ما تخافيش. إلهنا عظيم، إلهنا يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. وبطلب من كل أحبائي في كل مكان في العالم أنه يحط جوناثان في كشاكيل الصلاة. ده تحدي هنصلي من أجله الوقت اللي جاي. ممكن طلب كان؟ تفضل. أنا كمان بطلب صلاة لأم. أمين. لها نبيها طباخ، كانت كمان بالسرطان القولون وهي تحت المتابعة، بس الحمد لله بعد دكاترة مطمنينا، بس هي تحت المتابعة تشفاها بالطبع. نبيها دي والدتك ولا هي أم؟ والدتي. أم. أمين. مها، ربنا بيعمل حاجات تبدو صعبة، لكن ربنا عاوز يباركك بركة عظيمة يا مها. الظروف الصعبة الكتير دي معناها أن غالية جدا على قلب ربنا. من يحبه الرب يجربه، يؤدبه. يعني ربنا بيحبك، ربنا بيحبك، ربنا بيحبك، ربنا بيباركك. ربنا عاوزك يعني تكوني قريبة دايما منه وتصلي له، ويخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل أكلا يا مها. وإذا كنت بتسألي ليه أنا، فأنا بجاوبك النهاردة عشان أنت غالية جدا 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 على قلب الرب. في صلاتنا خليكي متواصلة معنا باستمرار يا مها، وبدل المعجزة هتبقى معجزتين بنعمة الرب. معانا الأخ أيمن من مصر، أهلا بيك يا أخ أيمن. أهلا بيك عم عبد السلام كرامي. أهلا بيك يا أخ أيمن، أنا سامعك. مع عبد السلام كرامي. أنا معاك. يا أخ أيمن ماشي، لو سمحت عاوز تلب الصلاة باسم أيمن أديب. أيمن أديب، حاضر يا أخ أيمن. أمين. تلب الصلاة لأن أنا معايا أخواتي. سامعني؟ سامعك يا أخ أيمن. معايا اخواتي استغلوا بيتي ومضوني على غرفتي على نص النهار.
ورفع قضية المحكمة يوم 8/9. هو إله المظلومين يا أخ أيمن، ربنا ياخد لك حقك، ربنا ياخد لك حق. المهم يا أخ أيمن خليك قريب من ربنا وصلي. عاوز طلب الصلاة زي ما سمحت. اتفضل. عاوز طلب الصلاة ببطلان جواز. بطلان جواز؟ الجواز في الغش. خلينا نصلي إن ربنا يعني ربنا يتمجد تمام. في حياتك. أنا سامعك يا أخ أيمن، ومن فضلكم حطوا الأخ أيمن قدام الرب إن ربنا يعني يتدخل في كل أمور حياته. معنا أم كرولوس من مصر، أهلا بيك يا أم كرولوس. مساء الخير يا أستاذ مجدي. مساء النور. مساء النور. زي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله يا أم كرولوس، نشكر ربنا. أنا بتقدم بالشكر لحضرتك قبل كده في إن طلبنا صلاة وربنا تمجد معانا في معجزة جوزي. والنهاردة أنا بطلب الصلاة لأخويا العزيز، أخويا رائد، لأنك حصل معه حادثة قبل كده ومتأثر منها من سبب العلاج. حصل عنده طنين في الأذن وتعبان قوي 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 منها، وعنده في العين كمان العصب البصري متأثر جدا، والعلاج مش جايب نتيجة ومفيش أي علاج ليه. فهو كله ثقة وإيمان في الرب يسوع أنه هو هيشفى، وأنا كل ثقة وإيمان في الرب يسوع أنه يتمجد بصلواتكم. آمين. لأن أنا مدربة قوة الصلاة وقوة الإيمان، ربنا قادر على كل شيء. أمين يا أم كرولوس، شكرا للرب من أجل المعجزة اللي عملها. وهنحط الأخ رائد في كشكل الصلاة وهنصلي له إن رب يتدخل ويتمجد ويتمم شفائه. نثق في إلهنا ونثق بقوة الصلاة. أمين. وقتنا بيمر، عندنا طلبات صلاة هنشترك فيها مع بعض. الأخ عبد الهادي طالب صلاة من أجل شفائه، ربنا يتدخل ويمد إيده ويلمسه. الأخت مريم طالبة صلاة من أجل ارتباط بحسب مشيئة ربنا، موضوع مش جواز وخلاص، لكن المهم يكون بحسب مشيئة ربنا. الأخ شاكر طالب صلاة من أجل بولا وزوجته ولأجل مشاكل إن الرب يصنع سلام. مرسى طالبة صلاة من أجل ميكروب في العظام وبتطلب إن ربنا يتدخل بمعجزة. أمين. الرب إلهنا إله المعجزات يا مرسى. جميل طالب صلاة من أجل إن ربنا يديله طفل. يا رب انت وحدك يا رب. سمرت البطن عطية من عندك. مجدة وملاد طلبة برضو ان ربنا يديهم نسل. ربنا يدي كل الناس دي نسل ويكلمونا. انا فاكر لما كنت بخدم في اجتماعات صلاة كتير كان اطفال يجوا يقولوا ده جاي بالصلاة. امين. حلو ان الولاد يجوا بالصلاة. مع الاخت شيرين طلبة صلاة من اجل افتقاد لأولادها لأجل شكايتهم على الرب. مروان طالب صلاة من أجل ورقه والجنسية، ربنا يتدخل لكل واحد محتاج ورق. قبل ما أكمل طلبات الصلاة معانا الأخ الدكتور مدحت من لندن. أهلا بيك دكتور مدحت. دكتور كرام ازي حضرتك؟ الحمد لله. مشتاق اسمع صوتك. احنا اللي مشتاقين ليك، انت سبب بركة الكثيرين يا دكتور مدحت. وحضرتك جدا وبرنامجك الرائع وضيفك الكريم، ربنا يبارك. والكلمات اللي بتوصل لقلب واستجابات الصلاة اللي أثق إن الرب موجود. أمين. بيسمع وغارس الأذن، بيسمع كل كلمة وكل طلب الصلاة. أمين. أنا مش عايز أطول عشان عارف للأسف وقت البرنامج قصير. اتفضل يا دكتور مدحت. لكن أنا اشتغلت جدا 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 من أول لحظة اتفرجت على الحلقة إن أنا أقول إن الرب صالح. أمين. أمين. واللي بيخليني أقول إن الرب صالح إن كل الماضي بيشهد لي عن حبه ورعايته لي، والحاضر والجاي في إيدي. نعم. أنا بتكلم عن علاقة حقيقية دقتها، دقت صلاحه في الفرح في الحزن. لما بيبقى صالح، ولما بيمنح بيبقى صالح. نعم. نفسي الناس كلها تشوف الرب عمل معنا قبل إيه، قد إيه وإحنا يعني فينا الماضي بتاعنا. نعم. ولو بصينا على الكتاب المقدس بحاجات بسيطة بس اللي غرفات لكل الناس. نعم. قبل ما يسمح للجوع ليعقوب بعد يوسف قبلها بعشرين سنة. نعم. قبل ما يسمح بانقطاع المن أكل الشعب غلب كنعان. نعم. قبل ما يسمح إن المطر يقف
وخلى الغربان تعود إليه. قبل ما يسمح بشوكة في الجسد لبولس أعطاه فرط من الإعلانات. نعم. في كل ظروفه صالح بجد. نعم. اللي أنا عايز أقوله كآية أخيرة في إنجيل يوحنا، وقفت قدامها النهاردة الصبح وأنا بتكلم، إن هو إسكان يعلمون إنه الرب. أنا اللي بيخليني أقول إنه صالح مش كلام الناس اللي حواليا حتى إن كانوا مؤمنين رائعين. نعم. وده شيء بقدره وبحترمه. ولا أي رسالة تشجيع ممكن تجي، هو فعلا معايا صالح في حياة صالح، في الأيام اللي بحس فيها بمرض بتعب بألم ما بيسيبنيش، بالعكس أنا بشوف إيده أكتر من الوقت اللي بقى فيها راحة ورحب. يستاهل أنا أغني كل وقت أقول عنه صالح، وأصلي من أجل كل الناس في ظروفها الصعبة، في مرضها، في الاحتياج المادي، في الاحتياج النفسي، في الاحتياج العاطفي، ما دوروش غير على الرب لأنه وحده فيه الكفاية. نعم. أمين. نعم. كلمات بتلمس القلب دكتور مدحت، وقت ده لكن مش هسيبك غير لما تصلي من أجل المتعبين، وتوعدني أنك تكون يعني متواصل معنا باستمرار، لأن الحقيقة وجودك أنا واثق أنه سبب بركة لناس كثيرين، لأن أنا عارف أنك واحد من اللي بيؤمنوا بقوة الصلاة. تفضل يا دكتور مدحت. أمين. يا رب أنا بشكرك لأنك فعلا صالح. انت شكرا. بتشوف الظروف يا رب، انت بتشوف اللي ابعد من الظروف، شوف ابعد من نعم العاديه يا رب. نعم. كلماتك لما بتشجعني انت بتنجي وستنجي ونجيت يا رب، انت اله الامس واليوم والى الابد، انت اللي انا شفتك في كل ظروف حياتي، اللي تدخلت بقوه، مره تدخلت بسلطانك شكرا. وتدخل مره بهدوء يا رب انا بشكرك لانك في كل الامور انت صالح ومسيطر كمان. نعم يا رب. كل امور حياتي هي مكتوبه بألم من حب. نفسي يا رب ان ارفع صلاه من اجل المتعبين انهم يختبروا وجودك يا رب، عشان يكون فيه النقله، النصره، الرفعه ان احنا نشوفك يا رب. اوقات كتير يمكن مش هنختبر وجودك غير في الاتون وغير في جب الاسود، احنا عايزين نشوفك سواء في الاتون او في جب الاسود يا رب، احنا طالبين انت تتراءى للمحتاجين يا رب، تسدد نعم الاحتياج. نعم. انت قادر انك تسدد كل احتياج حسب غناك في المجد. انت قادر انك تسدد النهارده احتياجات ماديه، احتياجات شفاء، لمسات على اجساد المريضه، امين، رفع على النفوس المنكسره المنحنيه. انت يا رب جيت عشان كده، انت ارسلت يا رب عشان الركب المرتعشه والنفوس المنحنيه والقلوب المقصوره، رد كل دول ليك يا رب. امين. كمان بصلي من اجل المؤمنين يا رب اللي بيخدموك في كل مكان، من اجل الدكتور اكرام مضيف العزيز وكل اللي بيشاهدونا، يا رب تدينا ايام فعلا نبقى ثابتين في اسم عليك ومثبتين نظرنا عليك، وبالعكس نكون طالبين ومنتظرين سرعه مجيئك. خلينا نقف قدامك بلا خجل، خلينا نكون مستغلين ومستخدمين لمجد اسمك. امين. ثاني يا رب انت حنين علينا، واشكرك لانك في كل وقت في حياتنا انت صالح. امين. 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 انك سمعت واستجبت ولك كل كرامه وكل مجد. دكتور مدحت بشكر رب من أجلك، وأنا عارف أن رب متعك باختبارات رائعة، أتمنى أنك تشاركنا بيها الحلقات اللي جاية، لأني أنا واثق أنها هتشجع ناس كتير وهتشهد عن عظمة رب. الناس محتاجة تتشجع، وأنا عارف أن ربنا بيشجعك كتير دكتور مدحت. شكرا ليك. معنا طلبات صلاة كتير. معايا جورج طالب صلاة من أجل مريض بالسرطان. أم فايوليت هتعمل عملية مرارة، ربنا يتدخل ويمدي إيده. حياة البطلة كتير، ممكن تشاركنا بالبعض اللي عندك يا أسيس مجدي. في سيمون صلاة من أجل ربي يديها سلام. ستيفاني ونيفال صلاة من أجل حياتهم الروحية، صلاة من أجل عملية في القلب من تونيا، ربي يمد إيده في اسم يسوع. صلاة من غادة سمير رجلها وعندها مشكلة في المفاصل. الأخت سالي تطلب صلاة من أجلها ومن أجل حياة مريضة بالسرطان، الرب يمد إيده في اسم يسوع. بنت الرب من أجل الارتباط وصحة أولادها. بنت الرب من أجل ابنها والتعامل معاه بنعمة خاصة. بنت الرب فادي ومعرفة شخصية للرب. صلاة من أجل بنت الرب من أجل مينا وأندرو أبانوب. بنت الرب طالبة كمان من أجل شغل ابنها ومن أجل النسل الصالح وبنتها وجوزها
والأخ فايز طالب صلاة من أجل صحته. آمين آمين. الحقيقة وقتنا خلص بسرعة، لكن محتاجين نقول له أنت رئيس السلام وملك السلام لغاية لما الأخ مجدي يجهز. برضو عماد طالب صلاة من أجل نبيلة إن تسلم حياتها للمسيح، آمين. جورجينا طالبة صلاة من أجل الورق والجنسية. سميرة طالبة صلاة من أجل شقيق ابنها إنه يرجع لمراته، ومن أجل بنتها والولادة. ابن رب طالب صلاة من أجل آلام في العظم. هحط الطلبات دي بسرعة وبعد كده نقول له أنت رئيس السلام، أنت الملك، أنت ملك السلام. يا رب نحط كل الطلبات دي بين إيديك، وكلنا إيمان وثقة يا رب إنك بتسمع وإنك بتستجيب. إحنا مش بنخاطب الهوى، لكن إحنا جايين لك لأنك أنت اللي قلت تعالوا إلي. عشان كده يا رب إحنا جايين لك واثقين يا رب إنك بتميل أذنك وبتصنع يا رب، بتصنع بحسب رحمتك وبحسب محبتك معانا. شكرا ليك يا رب، شكرا على كل استجابة للصلاة، شكرا يا رب على كل نفس تعبانة اتعاملت معاها ولمستها يا رب. انت رئيس السلام، انت ملك السلام، انت إلهنا الوحيد اللي لك يا رب نجس معترفين، لا إله غيرك، لك كل المجد. آمين. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك يا رئيس السلام. يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك تعالى واهدي الحيارة واللي تايه في الضلال، عش ما ننظرنا زيارة ليلة ما تخطر على البال. حط ايدك علينا صالحنا يا فدينا مع الله، ويخلينا في سلام. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك يا رئيس السلام. يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك ياللي وعدت انك تدينا اللي عندك من سلام. دي العواصف هيج علينا رسينا البر الامان، ناس كتيره تعبانين في المرض متوجعين، بتقول هو الرب فين في الآلام. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك يا رئيس السلام. يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك والبيوت اللي قسمها إبليس عدوي كل خير، ردها ورجع سلامها، طالبينك وحدك لا غير. تعالى واشفي القلوب من الجروح ومن العيوب، والبعيد خليه يتوب بالإيمان. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك يا رئيس السلام. يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستنى الشعوب من الحرب عاني زمن ألف الأمان، والحروب حوالينا زادت فوضى في كل مكان. انزع عنا كل خوف، طب منا عايزين نشوف شخصك في كل الظروف يا حنان. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك يا رئيس السلام. يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك نمتلي بسلام سماوي.
ونعظم اسم المسيح والتهليل على له تاني مع الشكر والتسبيح. هي دي العلامة ذبايح السلامة، ما فيش تاني ملامة مهما كان. يا رئيس السلام، يا مالك السلام، يا إله السلام، اغمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا مالك السلام، يا إله السلام، بنستنى. أتمنى إنك تكون اتقابلت مع رئيس السلام، اختبرت السلام واختبرت الراحة اللي ما فيش غيره يقدر يقدمها، لأنه هو الإله المريح. أحبائي، بنشكركم من أجل وجودكم معنا، وبنسأل أنكم تتواصلوا معنا. يمكن حلقتنا خلصت، لكن تقدروا تتواصلوا من خلال قناة الحرية، الكول سنتر، من خلال الفيسبوك، من خلال موقعنا على الويب سايت طوال الأسبوع، إلى أن نلتقي الأسبوع القادم مع المسيح هو الله المستعان. ربنا يبارككم ويحفظكم، ونلتقي الأسبوع القادم. تعبان أنا ومكسور، وإنت الشفاء في إيديك. مهموم أنا وبرمي كل همومي عليك. محتاج أنا وعشمان الاحتياجي فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك. وأنا بصلي وواقف على الباب ومستنيك يا سلام.